دكتور، أريد البداية أعرف نبذة تاريخية عن هذا الوباء، ومتى دخل العراق، وهل صارت عندنا هيج حالات سابقا؟ حقيقة المرض تاريخيا بدأ بالكرة الأرضية 1944 عندما أصيب 200 جندي من الجيش الاتحاد السوفيتي في جزيرة القرم. كان هنالك استخدموا الجيش لحصاد الحنطة، وأصيبوا بمرض نزف تحت الجلد وأعراض كذا. فبعد التشخيص لهذا المرض، مرض جديد سموه حمى القرم لأنه في جزيرة القرم النزفية. في عام 1956 حدثت أعراض مشابهة لهذا المرض في زائير، حاليا اللي يسموها الكونغو بأفريقيا. بأفريقيا دولة الزائر حاليا تسمى الكونغو. في عام 1969 عرفوا انه هذا المرض متشابه مع الحمى اللي صارت بالقرم. نعم، ولذلك عام 73 تبنتها منظمة الصحة العالمية مرض الحمى القرم الكونغو النزفية صار جسمنا. في العراق في عام 79 أيلول تحديدا وردت حالة من محافظة صلاح الدين، من محافظة الأنبار عفوا، امرأة ذات 24 ربيعا كانت تنزف، هي حامل، فتوقعوها إجهاض يعني في مستشفى اليرموك بغداد. نعم. فالحقيقة على سبيل يعني الصدفة، اليوم أنا التقيت بالطبيب اللي كان مشرف عليها، كان معيد في وقتها، سبحان الله اليوم متقاعد. لا حاليا مستشار برئاسة الوزراء. نعم. فرجل اليوم دكتور قريش إذا يسمعنا. نعم. فالمهم هذا كان عليها مشرف طبيب والسيستر، فتعامل وياها كحالة إجهاض. بعد يومين المريضة توفت، بعد 4 أيام صارت أعراض على الطبيب والسيستر أعراض مشابهة لها. ففي وقتها شكلت لجنة من كلية الطب في بغداد، وكلية الطب في جامعة المستنصرية، وكلية الطب البيطري في جامعة بغداد. نعم. وأخذت العينات من هذه من هذه الإمرأة، وكذلك حتى الطبيب هذا، وأخذت إلى المختبر الفيروسات في كلية الطب البيطري جامعة بغداد. نعم. وكان حقيقة علماء في هذا الباب اللي هو الفيروسات، كان أستاذنا الله يطول بعمره دكتور أنطوان البنا دور كبير في تشخيص هذا المرض في العراق عام 79. نعم. فشخص أنه حمى نزفية.